السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: الكريم الرائع الذي سيجعلك باتمان. مبدئيا الفيديو كله كوميدي، اوعى تصدق اي كلمة من اللي بيتقال في الفيديو ده، اوعى تصدقها. نرجع للكريم الرائع الذي سيجعلك باتمان، انه كغام ميمورال، قصدي ميموزال. كريم ميموزال كريم، عربك ميموزال كريم، انجلش ميموزال كريم. اوعى تفتكر ان انا بعمل دعاية للكريم ده علشان تشتري المنتج او تاخد الكورس ولا حاجة، لا، انا بس نقطة الالم، نقطة الالم. انت النهاردة مستحمل، طيب بكرة هتستحمل؟ بعده هتستحمل؟ مستني ايه؟ مستني ايه؟ الكريم ده هيعالج الشلل، بيعالج الانزلاق الغضروفي، ميموزال كريم، بيعالج آلام الرقبة، بيعالج عرق النسا. في ناس كتير جدا كتير جدا 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 استخدموا الكريم ده، حتى اسألوا الدكتور عيد، الدكتور عيد قاعد اهو، والناس هتتصل دلوقتي وهتقول لكم. الو، مكالمة من الحاج من أسوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكريم والله عمل معايا حاجات رهيبة. انا عندي 77 سنة، 77 سنة كنت مكسح خالص، بعد ما استخدمت الكريم اشتركت في الاولمبيكيات اشتركت فيها. امال ايه؟ طب مع السلامة يا حاج، بالسلامة. انت خش على الحسابات، خد حسابك. الحاجة هدى من اسيوط، ايوه حاجه، عامله ايه يا حاجه؟ الكريم عمل معاكي ايه؟ والله يا ابني، يا سلام، ده انا بقيت اروح الحج الف حوالين الكعبه 7000 مره. طب كريم موزان العشر انابيب عليهم 15 انبوبه ب 1000 جنيه، كريم ميموزان، ايه رايك يا دكتور عيد؟ والله الكلام ده اللي قالوه الناس اسلك صدري جدا جدا جدا. الغرض من الفيديو ايه؟ الكريمات الموضعيه اللي هي كريمات المساج اللي بتتباع اونلاين او بتتباع على التلفزيونات اسعار مبالغ فيها جدا، ماشي، دي نقطه. طب النقطه الثانيه، هل هو بيعالج الانزلاق الغضروفي؟ لا. هل هو بيعالج الشلل؟ لا، ده مجرد دهان موضعي، دهان موضعي بيحسن الدورة الدموية في المكان، لكن لو في غضروف بارز من مكانه، غضروف بارز من مكانه، هل الكريم هيرجعه؟ لا. هل لو في حالة شلل هيعالجها؟ برضو لا. طيب اللي يخلينا اشتري كريمات بألف جنيه وألفين جنيه او ب 500 جنيه حتى، طب ما انا عندي كريم المساج المصري المرخص بوزاره الصحه روبال جي اهو ب 6 جنيه، ب 6 جنيه كريم مساج ب 6 جنيه وانبوبه واحده، عايز تشتريها اشتريها، مش عايز تشتريها ما اشتريهاش، لكن مش هقول لك خد 10 انابيب عليهم 15 انبوبه هديه. ده روبال جي، ده الجازون، شويه كافور على شويه حاجات كابسيكم بتجيب الدورة الدموية للمكان، الجازون ب 10 جنيه، روبال جيم ب 6 جنيه، تمام؟ غيره فولترين ايمال جيل، فولترين ايمال جيل كمسكن للآلام ب 15 جنيه، الجيزال، الجيزال ب 18 جنيه. أنا كده ما دفعتش لا 300 ولا 400 ولا 500 ولا 1000، أنا دفعت حاجات لا تتعدى ال 20 جنيه. لو عايز حاجة في رطوبة في الجسم ولا حاجة، عايز اسخن المكان، اهي لزقة النمل
ب 10 جنيه، لزت النمر ب 10 جنيه بعد اذنكم. يبقى اذا الترويج على الفضائيات بمنتجات مرتفعه السعر جدا بدون فاعليه مع وجود المقابل رخيص الثمن جدا داخل الصيدليات. بقى انا لما هجيب كريم ميموزال كريم وعندي 77 سنه هشترك في الاولمبيكيات؟ لو انا راجل مشلول وجبت 25 انبوبه ميموزال هشترك في الاولمبيكيات؟ ومستني ايه؟ انا مش قصدي اروج للكورس ولا بيع البضاعه، انا مساله الالم. ومستني ليه النهارده ما تيجي؟ طبعا كلها اسطوانات بيعيه، واحد غير طبيب بالمره، وواحد تاني لابس بتاع دوت، لابس بالطو وعامل دكتور ويقول لك الكلام اسلك صدري. ده الكلام كله منافي لقواعد الطب يا عم الدكتور، اسلك صدرك مين؟ ما اقدرش اقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. والمنتجات موجوده اهي، مش هتعدي ال 20 جنيه وبلاش ابو 400 جنيه. اللي جالي الناس داخل الصيدليه بتعيط ان هم دفعوا ال 400 جنيه مش عارف 10 انابيب ولا 5 انابيب، مش عارف والله السعر كام، بس السعر مرتفع جدا، الناس بتعيط. تمام؟ المنتجات اهي موجوده وتقدر في اي وقت ترجعها، وتقدر في اي وقت تاخد فيدباك من الصيدلي اللي واقف. منتجات مرخصه بوزاره الصحه في متناول الجميع. حافظوا على فلوسكم وحافظوا على صحتكم، واللي عنده انزلاق غضروفي او عنده شلل لابد ان يتوجه لطبيب المخ والاعصاب للتشخيص الجيد والعلاج، ومفيش كريم مساج هيعمل الكلام ده كله. كل ده نصب ودجل ووهم. وتابعوا سلسله كشف النصابين على القناه. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتم لاي دواء ولا اي طبيب ولا اي صيدليه. لا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.